ما بين لهيب ونداءات بالسلمية، كانت ساحات مدينة داريا في ريف دمشق تضج بصيحات أبنائها الذين لبوا النداء منذ اللحظة الأولى لتتقد داريا كشعلة لم تنطفئ ويسطر أبناؤها أروع البطولات حتى اقتحامها من قبل قوات النظام. اليوم وفي الذكرى 12 لثورة سوريا، كاميرا تلفزيون سوريا تدخل المدينة وترصد الواقع الراهن الذي باتت عليه، إذ لا تزال كما تركها أهلها وساكنوها قبل سنوات، لا شيء جديد سوى تقسيمات المنطقة وبسط النفوذ من قبل القوات المسيطرة عليها والتي طمست ملامحها بعدما وحدتها شعاراتها ورايات الحرية التي رفعها أبناؤها قبل سنوات. واليوم تنتشر الميليشيات في جميع مناطق دارية، في حين يقتصر وجود قوات النظام على أطراف المدينة في الجزء المسموح بالعودة أو الدخول إليه. وبالحديث عن داريا مدينة العنب والدم، يمكن القول إنها المدينة الريفية الصغيرة التي قدمت أشخاصاً ورموزاً خلدهم الفعل والفكر الثوري من خلال تنظيم المظاهرات التي كانت تخرج خلال أيام الجمعة، ومن ثم تحولت تلك المظاهرات إلى شكل شبه يومي في حالة أشبه ما تكون بالخروج من قبضة النظام الذي وجه أولى ضرباته للمدينة باعتقال الناشطين السلميين مثل يحيى شربجي وغياث مطر، في رسالة لمحاولة بث الرعب في صفوف ثوارها، إلى أن بدأت مرحلة اقتحامها ومن ثم قصفها لتنتهي حكايات شوارع المدينة بترحيل أبنائها قسراً.